بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وموافقتها على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، فقد تم إقرار العزل المنزلي الاختياري للحالات القائمة التي لا تظهر عليها أعراض وفق اشتراطات محددة، وذلك بدءا من يوم غد الأحد، وستكون جميع الإجراءات المتخذة والخدمات المقدمة وفقا للإرشادات والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث سيتم استقبال الحالات القائمة التي تخضع للعزل الصحي في مركز الإعاقة الشامل لتقييم الحالة، وسيتم تركيب السوار الإلكتروني وما يتبعه من إجراءات قائمة.